حبيب عري ليا زيد 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 اب 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 ولدي صباح الخير. ما تصور فيديو؟ لا كنصور. صباح الخير في الناس. بوسني انا بوسني وصباح الخير. بتحك معايا قبل ما تفير بتحك معايا باقي الله فيك خاسر. ايه في الناس في الناس شد حيل حطيت حطيت شي سلم على راجلي خمشي سلم على مورا الماتش. ايه مورا الماتش اجنبي حسن بعد مني يلا تما يلي فريد ان شاء الله يلي فراس ايه غادي حتى 10 يوم غادي نجي ليك حسابي دابا نعاودك معايا ان شاء الله دابا نتك معايا دابا نتك معايا سير دخل سير دخل اولا اللي تديني معك سير دينا الشوا قدام الجيران وي باي جاتني البكاء يا صاحبي واه شو عينيش ملي اخوان نقول لكم واحد اللعيبه الله يسهل عليكم والله بكل مكان زعما خدمه وزعما في نفس الوقت عبد الجليل جميل دابا فاش ربحش عبد الجليل في داك السفر راكم عارفين نجيكم نيش انا عندي غير نيش اسمح لي ما نديرش الصمت فاش ربحش عبد الجليل في داك السفر قلبش على شي بزاف ديال لي بوبليسيتي اللي نقدر ندير ولقيت منه واحد وحده وتميش يعني طرف الخبز اخوان انا غادي بصح باش نستمتع مع عبد الجليل وفي نفس الوقت غادي 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 باش نخدم يعني علاش كنقول لكم انا خدمتي فين ما مشيت نلقى في اي دوله نلقى والله اخوان كنحلفكم بالله كل ما كانت غادي تركيا ناخذ فيها طرف الخبز والله ما نمشيش واخا عبد الجليل خلص عليا البي والماتش ديال غنمشي نتفرج في الماتش ديال مانشستر سيتي والانتير والله ما نمشي نتفرج ولكن عرفتي شنو واحد الاحساس ديال تخلي مرتك ولدك يا صاحبي ما اول مره غنحس فيها صاحبي اقسم بالله العلي العظيم عمري ما شفتوني بحال هكا فريمون بزاف غندير الصمت وانا معاكم عرفت واحد الاحساس راه ما يمكنش هالاخر دراري جينا حطينا طوموبيل هنا غنباشيو غنخلي طوموبيل تاع عبد الجليل غنباشيو الاخوان هنا ما واحد داخلين المطار جيب معاه وساده ومشطه ما يهربوش الكذابه هذا علاش عبد الجليل علاش جيب معاك ديك الوسادة؟ ماما وماما علاش كتجي معاك ديك الوسادة؟ ناري عبد الجليل عصير كيقول ماما غنبقى ندخل للطيارة ونصوني وصاحبي الولد علاش كيجبكي؟ يلاه لحظة الو هو حسن هو حسن خالتي لا كوني هاني والله تا غادي ان شاء الله فيه امين لا كوني هاني راه بحال خويا عبد الجليل امين 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 يا ربي خالتي الله يحفظك امين امين اول واحد غنجيبو بالعياد داخل مع وسادة المطار هو عبد الجليل حاكم لازون في المطار صدق طيب ما تدخل جنب المطار والله تيدخلو طيب باقي في المطار مد الغيش حقك دابا حاشاكم حاشاكم دابا انا لا بغيت ندير هاديك فين غتمشي فين واش كاين شي حاجه كتجمع ولا كتهودنيش انت كتنزل على شي واحد باك ولا كيفاش دابا كون كانت كتكون غير في الطياره يعني غادي نورك على البطونه هنايا ما غاديش تسمع الصوت شوف اش كنوراك يتسمع الصوت ديال البرد بحال كتلاح برا سمعوا
البرد البرد طالع البرد 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 طالع البرد يعني كنت لحنيش انا قبيله كنقول علاش كونساليس مالو باش يجرح معايا في عيب فقتي مولف كان عرايبان تشوف فين علاش باش تريح معايا في عيب باش تقطع فيها علاش كيقول لي دابا تعرف علاش دابا تعرف علاش جيب شي نعس يلا شوف بصحة وراحة جيب اخوان حنا نزلنا دابا بخير وعلى خير يلا وصل الطيارة كان شوية ديال الروطار شي 20 دقيقة ديال الروطار شحال كتسني كتسني ما كنتسالك شكرا دراري حنا وصلنا دابا اوي مالك 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 واشهد طلع شير طلع بالبال واش على السكر لا تخصني نلوح ستوري في انستغرام ليز وايف ني توليب كونيكت توليب اوبن ذا ويب بيج وين يو سي ذا ويب بيج باسورد يوزر نيم فور توليب باسورد توليب 2008 تشكر لعبي صباح الخير الاخوان هذا النهار الثاني دابا الان مع 10 ونص شنو الفطرو برضه جو لعب وديك الشيء هو انا باش نفيقو بكري ما مالفش كيفيق بكري نفيقو بكري دابا العشرة ماشي العشرة ونص دابا العشرة يعني التمنية المغربية والفطور دابا كيسالي مع العشرة ونص باقا لنا نص ساعة بالنسبة للفطور الدراري جابو لنا البيض بنقعنق مشوية ما تشوفش مطيشة والخس والخيار والخبيز المهم دي زعواشر ياكل ولا لا ما ياكل بلاش بالنسبة لهذه الصالة ديال الرياضة شو واخا صغيره بزاف ما فيها لا فيها لا ديال الصدر لا والو فيها غير هادي ديال الدورسو ديال الفخاد صافي وكتاف ديال الصدر ما فيهاش تريني كلشي الا الصدر صافي هادو راكم عارفين الاخوان كاين الطابيرونو هنايا هذا هو البيسين ها هو واه ويلي ويلي شد الحاله هذا شد البلباله هادي شد البلباله هادي واعر خاصنا نضرب فيه شي عومه الصراحه هنا يا بلاصه الصبا وبلاصه الماساج كلشي غاتشي كلشي ديال الله ديال الدراري هادو غادولين بيهم في المغرب غادي نشوف هاد اللون هذا في الزرق شفتو انا غنلبس الاخر في الكحل والاخر في البيض ولا بغيتوهم نجيبو معايا المغرب وندوزهم ليكم واش بان لكم في هاد اللون واعر وطالع هنايا كول يعني فريمون واعرين بزاف كنت جبت معايا واحد العام اللي فات وندمت علاش ما جبتوش معايا دابا غادي نقيسو الاخرين هذا في الكحل لا هما خطيرين واعرين كيجيو واعرين دابا غنلبسو الاخر في البيض هذا هو اللون البيض الا كنتو متبعيني العام اللي فات راه كنت كنسالي من لونطريما كنلبسو انا حط لكم التصويره ديالي كنت متريني بيه راه هما هادو الا عجبوكم راه نجيبو من المغرب ونبيعهم لكم فريمون كيسالو انا خديت منهم ثلاثه بيضين ثلاثه كحلين وثلاثه في واحد اللون اخر دابا نوري لكم الا بغيتيهم كتبوا لي راه نجيبهم لكم ممكن هذا هو الفيديو اللي درت فيه 3 ايام غير باش نصور فيكم مابقاوش ما ساليش اقسم بالله ما ساليش الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك سبسكرايب تهلاو فراسكم.